الأستاذ أشرف غريب الناقد الفني. مساء الخير أستاذ أشرف. يا أستاذ أشرف أنا مع حضرتك يا أستاذ سامح. مساء الخير يا فندم، والبقاء والدوام لله. البقاء لله. الحقيقة يعني فقدنا قيمة عظيمة جدا. الكلام يمكن مش هيوفيها حقها، ومش عايز أكرر كلام كل الأساتذة الأفاضل سبقوني وقالوه، لكن يكفي أن أنا أقول لك أنه إحنا افتقدنا واحدة من أهم رموز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية كلها. صحيح صحيح. شادية المتألقة تمثيلا ومتألقة غناء، ومساحات الحقيقة تعجز الآخرين عن حتى الاقتراب منها. ده صحيح. شادية كمان زي ما كنت بقول لحضرتك في مسألة الزعامة المصرية أو الرياضة المصرية للفن والثقافة والإبداع العربي، شادية واحدة من الناس اللي كانت تجمع حب كثير جدا وصداقات كثيرة جدا على مستوى الوطن العربي، استمرت معها منذ ظهورها سنة 1947 في فيلم عائلة في أجازة يمكن لغاية اللحظة دي. وكثير جدا من الأصدقاء في الوطن العربي يعيشون حالة حزن شديدة جدا على فقدان ورحيل الكبيرة شادية. صحيح صحيح. شادية الحقيقة كمان لها علامات في السينما، أنا الحقيقة الواحد للأسف ما كانش بيركز فيها قوي، بس واحنا دلوقتي بنستحضر أعمالها، ده كل فيلم لوحده يتعمل كلاسيكيات. شادية صاحبة العلامات الأبرز، يعني هناك كثير من الفنانات المهمات في تاريخ السينما المصرية. ما نقدرش ننكر فاتن حمامة، ما نقدرش ننكر سعاد حسني، ما نقدرش ننكر هند رستم، ما نقدرش ننكر هذه القامات الكبيرة. تمام. لكن يكفي أن أنا أقول لك أن شادية هي بطلة شيء من الخوف، هي بطلة أغلى من حياتي، هي بطلة المرأة المجهول، هي بطلة مراتي مدير عام، هي بطلة معبودة الجماهير، كرامة زوجتي. أنا كرامة زوجتي. أنا لو عديت لك لا تسألني من أنا، لا تسألني من أنا آخر أفلامها سنة 84. صحيح. لو عديت لك كلاسيكيات السينما المصرية التي تحمل اسم شادية أو يتصدر اسمها الأفيشات أو التتر لها، هنكتشف أنه يعني هي صاحبة الرصيد العظيم الباقي المهم جدا في حياتنا الفنية. صحيح. تمثيلا وغناء وحضورا وإبداعا وقيمة. لا احنا افتقدنا الحقيقة يعني علامة مهمة جدا، يعني معز علينا فعلا فرحة. وعايز اقول لك على حاجة كمان شديدة الأهمية والخصوصية في مشوار شادية. فضل. شادية كانت من الممثلات او من الفنانات القليلات جدا اللي غيابها كان بيكثف حضورها طول الوقت. احنا بنتكلم عن شادية الغائبة الحاضرة طول الوقت من 31 سنة من ساعة ما اعتزلت الغناء في بعد الليلة المحمدية في نوفمبر مثل هذه الأيام 86 وحتى رحلها النهاردة، وأنا نتحدث عن فنانة معتزلة كما لو كانت في وسط الحياة الفنية بكل مبهجها وكل ألقها وكل بريقها وكل توهجها. شادية قيمة مختلفة تماما حتى صحيح بين كل صحيح الممثلات والفنانات صحيح اللي ظهروا على شاشة السينما أو عبر الميكروفون كمطربة. أحسنت يا أستاذ أشرف، أنا بشكرك شكرا جزيلا ورحم الله الفنانة الكبير.